الأظافر من الأمور الجدا مهمة اللي تعكس جمال المرأة وأناقتها. دائما الاعتناء بالأظافر يبين لنا مدى اعتناء الشخص بنفسه وجسده، لذلك دائما لازم نعتني بهم بطريقة جدا صحية تحافظ عليهم، تظهرهم بالمظهر الجميل الأنيق بألوان جدا جميلة متناسبة مع صيحات الموسم. حضرنا لكم هذا التقرير مع فريق كهرمانة وسألنا بعض الأسئلة، خلينا نتابع هذا التقرير المميز. كنا نستخدم طلاء الأظافر وكنا نعرف انه طلاء الأظافر له سلبياته وله ايجابياته، لكن حاليا ممكن انه نحافظ على طلاء الأظافر مدة اطول، ممكن انه نخليه ما يؤذي الأظافر نهائيا. راح احكي لكم اليوم عن الالوان. اولا راح نبلش بالالوان لهذا الموسم، طبعا الالوان المات والالوان على بيج، الالوان على روز، هاي الالوان الاكثر شي دارجه لهذا الموسم او لهذا العام بصوره عامه. الالوان المات ليش رائجه؟ لانه حاليا اغلبنا دا يروح على الالوان المات ودا نحب الالوان المات اللي ما بيها لمعه، خاصه انه هي دا توالم اغلب انواع البشره سواء السمراء او الفاتحه، وما يبرز عيوب الايد، هذا الحلو باللون المات. هذه اول هام. الهام الثاني انه الالوان الباقيه اللي هي الروز البيج، هاي الالوان اللي دائما تروح على شيء البناتي اكثر شيء، دائما احنا نحب هيك الوان واغلب لبسنا هو هاي الالوان. اما بالنسبه لموضوع العنايه طلاء الاظافر، العنايه بالمده اللي انا ممكن انه انا احتفظ بطلاء الاظافر بطريقه، اول شيء لازم اني اسويه لازم اطلي الصبغ بالبيس كوت، اطلي اظافري بالبيس كوت اللي هو المرحله اللي هي قبل الصبغ، يكون لونه شفاف يحافظ على الاصفر من طلاء الاظافر، يحافظ عليه من التكسر، ويحافظ على الطلاء انه ياثر على الاظفر نفسه وممكن انه يتهشم بسبب الطلاء. هذا الهام. الهام الثاني انه اني من اطلي المانيكير بعد ما يجف البيس كوت ممكن اني اطلي باللون اللي اني يعجبني، بعد ما اني اكمل من الطلاء همي ان انتظره ينشف وانتهي اخر فقره باللي هي التوب كوت اللي هو اللي يحافظ لي على بريق طلاء الاظافر بالفتره اللي اني اريدها بدون ما يتكسر او بدون ما يخف بريقه ولمعانه خلال هذه الفتره. هذا هام. اكو فد ملاحظه احب انه اني اوصلها، انه اغلبنا نسال انه هسه حاليا موجوده بالسوق ماركات غاليه للمانيكير، شنو السبب؟ شنو الفرق؟ هذا طلاء اظافر وهذا طلاء اظافر. الفرق هو انه المواد الطلاء الاظافر الغالي يكون مواد تكون كلش محافظه على الاظفر، يكون خالي من البرابين اللي هي الماده البتروكيماويه اللي ممكن تؤذي الاظفر وممكن تكسره، ممكن جانب مهم همين انه ممكن يسبب اصفرار الاظفر اللي كنا ننزعج منه. فهذا الفرق بين الغالي والرخيص، الرخيص ممكن يكون موجوده بالبرابين، موجوده بمواد ممكن انه يبقى فتره اطول الرخيص، هذا الجانب اللي يحبذوه البنات انه يبقى فتره اطول، لكن على حساب شنو؟ على حساب صحه الاظفر. فعلا الاهتمام بالأظافر شيء جدا مهم، لذلك دائما البنات اللي تحب الصبغ دائما انطي فترة استراحة لمدة أسبوع، يعني ما لا يقل عن أسبوع حتى الأظافر ترجع تشتمل الهواء يدخل لها مي، لأنه دائما هاي الطبقات تخلي عازل. ما نحاول ننظف الأظافر بكثرة ونشيل الزوائد اللي الجلدية داربة دار الأظافر بشكل جدا كبير، هذا الشيء راح يؤدي إلى ضرر بالأظفر. يعني هي من إحنا موجودة هاي طبعا الطبقات الجلدية حوالين الأظفر هي اللي حمايته، منع الجراثيم من الدخول داخل الأظفر، جعل الأظفر أو الأصابع دائما بشكل سليم. لذلك حاولي من تنظفيها ما تشيليها زايد وما تكون بكثرة، يعني بالشهر مرة، يعني كل 3 أسابيع مرة، ما تكون كل أسبوع مرة، وبالتالي راح نلاحظ ظهور بعض الزوائد الجلدية داير مداير الأظافر، وهذا الشيء ما نتمناه. الأكل الصحي، شرب المي، الكالسيوم والحديد من أهم الأمور للمحافظة على الأظافر، وكهرمانة بعدها مكملة وياكم.